مرحبا، هذا الدرس حنتعلم مفهوم الانترسبتر ويا الاوكي اتش تي تي بي. اول شيء انا راح اراويكم هذا الموقع square.github.io/okhttp، راح تلقون به كل التفاصيل الموجوده عن اللايبرري اللي اسمها اوكي اتش تي تي بي اللي نهندل بها الويب ريكوست. طيب شنو اللي يصير؟ عندنا ابلكيشن، الابلكيشن راح يدز ريكوست للاوكي اتش تي تي بي وبالنهايه راح يرجع ريسبونس لنا. طيب لو ردنا نسوي الآتي، أنه نعدل على الريكوستات كلها أو على الريسبونسات كلها اللي ترجع لنا، فراح نخلي فتشي بالنص اسمه انترسبتر، بحيث احنا ندز ريكوست ما راح يروح قبل يصير الريكوست، لا كل الريكوستات راح تمر بمكان معين يصير لها مقاطعة معينة راح نعدل عليها، ومن ثم راح تندز إلى الويب ريكوست اعتيادي للنتورك أو للاي بي اي، ومن ثم راح يرجع لنا response، ممكن نعدل على هذا response ومن ثم نرجعه إلى الابليكيشن. إذا هذه العملية راح تتم بما يسمى الانترسبتر. من أشهر الفوائد اللي ممكن نستخدمها لهاي العملية، لما عندنا header نريد نضيفه إلى كل الريكوستات. لو نروح للبوستمان، إحنا سابقا ذكرنا أنه إذا عندنا أي end point تحتاج الى authentication، وشرحنا سالفه الاثنتيكيشن والاوثرايزيشن، وبعد ما لقيت فانت كل ريكوست راح تدز authorization header تخلي بيه التوكن اللي حصلته. فاحنا بدل ما نضيفها بكل الريكوستات راح نضيف انترسبتر، ومن خلال الانترسبتر هي راح تنضاف لكل الريكوستات هذا التوكن. خلينا نشوف شلون راح نسوي هذا الشيء. راح اروح هنا باي مكان اسوي لي كلاس جديد بلغه كاتلن، خلنا نسميه my interceptor. هذا الكلاس راح أخليه يرث من كلاس الانترسبتر اللي راح تلقاه ضمن مكتبة الـ OKHTTP version 3. Enter. تمام. الآن إحنا عندنا method اللي يجب أن نسوي لها override واللي هي intercept. الانترسبت جدا بسيطة، بها باراميتر واحد او argument واحد حيجيني اسمه chain، وبالنهاية اني لازم ارجع response. اوكي لو اجي لهذا chain راح اجي القى dot request، من خلاله حقدر اوصل للrequest. اذا اني هذا val m request، الان اقدر اني اعدل على هذا الrequest من خلال اسمه dot new builder dot مثلا اغير الهيدر، احذف هيدر معين، اضيف catch control، او اسوي اي شيء اني اريده يعني. وبالغالب هي العملية تتعلق بالهيدرز. بعد ما عدلت اني على هذا الريكوست، اني بالنهاية يحتاج انه اسوي عملية الريكوست حتى يرجع لي response. حاجة يقول له chain dot proceed وأمرر له الريكوست اللي أنا أريد أنفذه، يعني ما إلي علاقة، ما راح أمرر له الريكوست اللي يعني، لا راح أمرر له الأم ريكوست اللي أنا ممكن هنا أكتب التعديل. هذه الخطوة راح تؤدي إلى عمل الريكوست ويرجع لي ريسبونس. إذا أنا راح هنا val m response، هحتفظ بالريسبونس اللي رجع لي. بالنهاية أنا لازم أرجع ريسبونس، إذا أنا راح أرجع منه الأم ريسبونس. إذا تريد تعدل على الريسبونس اللي إجاك قبل ما ترجعه، فأكيد هنا الام ريسبونس دوت ممكن تضيف له هيدر، ممكن تحذف منه هيدر، ممكن تغير الكود، يعني ممكن تتلاعب بكثير أمور أو تشيك كثير أمور. فإذا إذا تريد تسوي أي شيء أثناء ما يتم الريكوست، إذا أنت بحاجة إلى انترسبتر. طيب كيف أربط هذا الانترسبتر بالكلاينت؟ أنا لما عرفت الكلاينت قلت للكلاينت هو عبارة عن OKHTTP client اللي هو الديفولت، ما ضايف لأي شيء. أقدر أني أضيف عدة خصائص من خلال استخدام builder method، ومن ثم أجي أقول له add interceptor وأنشئ object من class my interceptor اللي أني سويته، وبالنهاية أقول له build. الآن سويت client معدل. حاليا ما راح اسوي شيء غير انه اكتب كود معين هنا اللي خلينا نشوفه. نسوي log dot i نسمي
و response، عفوا الام response، اكو حرف عندي اصلا نقص دوت الكود، وحوله الى string. اذا الان انا خليت كل مره مجرد حتى اثبت انه يا كل request اسوي دي يصير عمل intercept الى، راح ورا ما يجيني الريسبونس راح اطبع الريسبونس كود، اخذ هذا كوبي واشغل واروح الى لوكات واسوي بيست واجيب الايميوليتر وخل نكتب احمد، نسوي فيتش اوكي، هنا نرجع لي 200 ريسبونس كود. هاي بي كي بروجرامر من غير مكان الصور عندنا لوج باقي، اي نعم هنا انا عندي لوج خاص بالفايل و اكيد اكو لوج اخر هاي ما اشوف. اوكي هذا اللوج الخاص بالريزلت اللي رجع لي. اذا الفكره لما تريد تسوي اي شيء اثناء تنفيذ الريكوست، تعدل على الريكوستات كلها قبل ما تتنفذ او بعد ما تتنفذ، راح تسوي الاتي واللي هو ذكرت لكم بالغالب، هي عملية انه تجي انت هذا الريكوست تضيف، سوي نستخدم نيو بلدر وتقول له انه هيدر وتعطي اسم الهيدر والفاليو اللي بيه، فهذا راح ننفذها على كل الريكوستات بدل ما كل ريكوست نجي نضيف له هيدر خاص بيه، وهالشي حيكون مطول. اتمنى تكون الفكرة واضحة. لهنا انتهى هذا الفيديو، شكرا للمشاهدة.